يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لم يرد شيء في رفع اليدين أثناء الدعاء بين الأذان والإقامة، فهل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ لا يفعل، يدعو بدون رفع يدين، يدعو بدون رفع يدين. نعم، اللي جاء في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لكن بدون رفع يدين. نعم.